الحمد لله اولا على تحقيق الاهم اللي هو تاهل الدور الموالي ان شاء الله. كنظن ان المقابله ديال اليوم دخلنا لها بهدف واحد اننا نخرجوا منها وحنا مازال منافسين على اربع واجهات. الهدف والمبتغل اللي كنا باغيين الحمد لله حققناه وحاولنا نلعبوا باقل مجهود خصوصا بعد الكل كيعرف ان عندنا سفر يا غدا وكتسنانا مقابله مهمه في كاس الاتحاد الافريقي. الحمد لله اليوم جميع اللاعبين كانوا مركزين وأدوا الاداء اللي كان تيتسنى منهم الجمهور ديالهم رغم ان المستوى ما كانش كيرقى للتطلعات ديال الجمهور ديالنا، ولكن اليوم حاولنا اننا نخرجوا كما قلت لك باقل الاضرار. الحمد لله المباراه كما الشيء اللاعبين خذوها بعزيمه وباراده فنهينا كاس العرش اليوم. عندنا ماتش نهار الاحد، ماتش ماشي سهل، ماتش صعيب، خصنا نركزوا. الحمد لله كما كتعرفوا فريق رجاء البيضاوي لاعب على اربعه الواجهات، فاللاعبين مركزين، كل عارف المسؤوليه اللي عليه، فكنتمنى ان نكونوا في حسن ظن الجمهور ديالنا ونكسب المسير. فبيان سير هذا الانتصار ديال اليوم غادي يعطينا واحد الدفعه معنويه، نمشيو ان شاء الله للكونغو بواحد العزيمه واراده باش نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله من تما. كان مستحق بحكم اننا قدمنا لقاء كبير وكنا سباقين للتسجيل، فيعني يعني المباراه يعني كيف قلت يعني النتيجه مستحقه، وهذا كيبان على اننا الحمد لله حنا غاديين في السكه الصحيحه. نتمنى اننا نبقاو غاديين في نفس يعني في نفس النجاح حتى الفينال ان شاء الله. فيعني على يعني الان يعني الحمد لله كما التركيبه البشريه اللي تخول لنا ان شاء الله اننا ننافسوا على جميع المنافسات. يعني المدرب له الاختيار الحمد لله ماشي بحال السنه الماضيه اللي ربما ما كانش عندنا احتياط في المستوى. صراحه ما كنعرفوا عليه والو يعني، لكن ان شاء الله غنشوفوا الاشرطه ان شاء الله اللي غادي يجيبوا المدرب وندرسهم ان شاء الله ونشوفوا نقاط القوه ونقاط الضعف ديالهم يعني ونشتغلوا عليها ان شاء الله. الان يعني الفريق يعني غادي في السكه الصحيحه، اللاعبين كيؤدوا بشكل جيد، فيعني حتى الفريق يعني لو ما كناش مزيانين ما غنفوزوش بالصفر. تري ديفيسيل اون ساتاندي على ماتش تري ديفيسيل. Mais le plus important, on savait que ça allait être difficile, on était préparé parce qu'ils jouent très bien les contres. Heureusement qu'on a su marquer le premier but, ils ont égalisé, après on a marqué le deuxième. C'est très important. C'est difficile, c'est dans les moments difficiles, il faut être très fort. Et aujourd'hui, on a montré ça, on est très satisfait. Et on pourra voyager tranquillement pour préparer le match au Congo, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, c'est très important de jouer ce match-là. Après, Inch'Allah, on va se reposer demain et aujourd'hui, et on va vraiment attaquer ce match-là. Ça va être difficile, on le sait, parce que tous les matchs en Afrique, c'est très, très compliqué. Mais on est déjà préparé, on va aller là-bas pour faire un très bon résultat, Inch'Allah.